السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور ناصر سبدة صاحب قناة لسان أهل مصر اللي نتمنى تبقى على كل لسان في مصر. النهاردة هنتكلم على أسماء صغار الحيوانات. وأنا صغير كنت فاكر إن مفيش فرق ما بين الخروف والمعزة، بعد شوية وبعد تفقه في القرآن عرفت إن في من الآية ديت أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. بتهزر يا بابا، يعني في فرق بين الخروف والمعزة؟ أكيد يا بنتي، لما سمعت الآية ديت خدت بالك من حاجة؟ تلاقي الفرق في الآية من كلمة الضأن والماعز، إن الضأن عليه صوف والماعز عليه شعر، الصوف اللي هو الملولو ده والشعر اللي هو إيه سايح خالص كده. النهاردة أنا هجمع كل أسماء اللي أطلقت على النوعين دول وغيرهم في مصر من شمالها لجنوبها، لأن كل منطقة بتسميها بأسماء مختلفة. أنثى الخروف بصفة عامة اللي هي النعجة، ودايما في المعاكسات لما يشوفوا واحد وواحدة ماشيين شاب وشابة يقولوا لها أو يقولوا له سيب النعجة يا خروف. الصغيرة من النعجة اسمها عندنا في الفلاحين عبورة وفي وجه بحري. في الصعيد سمعت كلمة عق، برضو ده اسم موجود. الاسم الأشهر كلمة حلية بدرية، ودول لحد مثلا 9 شهور. خروف لما يكبر بيبقى اسمه كبش. الأمثال اللي جابت الأسماء دي أكتر أمثال جابت النعجة، فبيقول لك ايه بقى؟ النعجة ما يزحم الزريبة الا النعجة الغريبة. وده بيتضرب لما يكون انت يعني زهقان من حاجة غريبة، مع انك حاجة عندك منها كتير، يعني عندك عيال كتيرة وواحد جار ساب عندك عيل، فتقول لك لا الدنيا ده انت هتزهم لي الدنيا مع انه عنده عيال كتير. في مثل تاني بيقول مرعة النعجة ما تاكلهاش الجاموسة، لان النبات بيبقى قصير فده بتاكله النعجة، لكن الجاموسه ما تقدرش توطي عشان توصل للايه للنبات القصير ده. والنعجه المذبوحه ما يوجعهاش السلخ، ده المقابل العامي، لا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. البدريه جت في مثل اللي هي انثى الخروف الصغير، يقول لك ايه بدريه وتعلم امها الرعيه ولا ايه؟ لما واحده صغيره عيله تقول لامها لا دي بتتعمل كده، فهي الام ترد عليها البدرية بتعلم من أمها الرعية. وفي نفس المعنى جاء الخروف يعلم أبوه الراعي. هتلاحظوا إن إحنا ما أطلقناش كلمة الضأن اللي جت في القرآن، لكن لما بنقول لحمة الخروف نقول لحمة ضاني. نخش على جنس الماعز. الماعز اللي قلنا عليه شعر. الماعز وهو صغيرة اتقال عليها سخل، وده اسم بيختص به أهلنا في الصعيد، سواء سخلة يعني أنثى أو ذكر، ولما يكبر شوية يبقى جدي. والمثل المشهور عندهم اللي هم بيطلقوا كلمة سخلة، الطول طول النخلة والعقل عقل سخلة. وبعد سنة هيبقى اسمه تيس. اسم سخلة أنا سمعته من بعض الصعايدة بنطوى بالصاد صخلة. طبعا الاسم ده مش موجود في بحر خالص، احنا عندنا اسمها معزة وخلاص. وجيت في الأمثال المعزة كوم وولادها كوم، لما تجيب حد تقارن حد بياكل قد عيال صغير. في مثل تاني جيت تقول لك المعزه العياطه ما ياكلش ابنها الديب، لان اول ما هتقرب من ابنها هتصوت وترقع بالصوت وتلم عليه بقيه قطيع المعيز. بعض بيسمي المعزه عنزه، وبرضه بيتقال العنزه العياطه ما ياكلهاش الديب. اسم خاص برضه في الصعيد بخصوص الضأن او خصوص الخروف اسمه رميس، والأنثى رميصة والجمع رمسان. يولد معزته تجيب 2، أو ولد معزته جابت 2، ده معناه إن أنت لما بتحضر أنت شغلك بإيدك بيزيد. برضو في ناس بيسموا المعزة الصغيرة شارودة. قلنا إن الجدي هو المعزة، أو المعزة لما يكبر شوية وقبل ما يبقى تيس. وجي في الأمثال بعد نومك مع الجديان بقالك مطلع الجيران، يعني بعد ما كنت فقير وكحيان وصدمان ومش لاقي اللضه بقى ليك قصر بتبص على الجيران منه. الاسماء اقل في موضوع الجاموس والبقر. احنا عندنا الاثنين عجل، لكن في الصعيد في اسم مختلف شويه اسمه ابن الجاموس الصغير اسمه بطش، ومعروف ان ابن الحمار الصغير اسمه جحش، ومعروف ان الجمل الانثى بتاعته اسمها ناقه،
لكن في اسم غريب كده في الصعيد لابنهم اسمه برطوع، واسم تاني اسمه جعود بالقاف، هما بينطقوا جعود او قعود يعني. ولما كنت في الجيش كانوا بيقولوا على لحم الجمل الصغير اوزي، هي كلمة اوزي بصفة عامة معناها اللحم صغير السن. ومعروف ان الحصان الانثى الحصان الصغيرة او الكبيرة اسمها محرة، وبيتقال عليها كبيرة كحيلة. وطبعا تزاوج الحصان مع الحمار بيؤدي لبغل واسماء تانية مختلفة ما تودناش. دي كانت تجميعة جمعتها من كل قرى ونجوع وبلاد مصر سواء بحري أو الصعيد. أتمنى يكون الأسماء وصلتكم، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو حبيتوا توصل لكم كل جديد اشتركوا في القناة، اعملوا لايك وشير، ونتقابل على